السابعة تماما بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية التشادية أقدم لحضراتكم نشرتنا الرئيسية لهذا المساء. قدم اليوم رئيس الوزراء بايمي باداكي ألبير بيانا صحفيا أمام قوات الدفاع والأمن. في بيانه أوضح رئيس الحكومة عن أهمية مكافحة انعدام الأمن، ودعا قوات الأمن والدفاع إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة من أجل مكافحة الجريمة. للمزيد نستمع إلى جزء مما جاء في حديث رئيس الوزراء. La lutte contre l'insécurité qui affecte certaines de nos populations est contrée. Doit retenir toute notre attention. يجب أن تحظى مكافحة انعدام الأمن باهتمامنا، لأنه في غياب الأمن لا يمكن إقامة المشاريع الحيوية. وأذكر بأن الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية تعهدت بالعمل دائما بفعالية ومنهجية للبحث الدائم عن الحلول للمشاكل اليومية للمواطنين، خاصة السلام والأمن. لا يمكن أن ننكر اليوم ضرورة استمرار مكافحة انعدام الأمن، غير أنه لسوء الحظ يلاحظ تفشي انعدام الأمن واستفحاله في بعض الأماكن، كما أن ظاهرة الاختطاف مقابل فدية تطرأ من حين لآخر، وظاهرة قطاع الطرق أيضا بدأت في الازدياد في الآونة الأخيرة، خاصة في بعض الأقاليم، بالإضافة إلى نزاعات المزارعين والرعاة والصيد الجائر الذي يهدد النظام البيئي. وفي إنجمينا بدأت تتفاقم عمليات التصفية الجسدية وإزهاق الأرواح، والغريب أن مرتكبي هذه الأعمال لا يمكن العثور عليهم، وفي حال اعتقالهم يتمكن العديد منهم من الهرب. وإزاء هذا الوضع لا يمكن مواجهة التحديات التي تمثلها هذه الظواهر وغيرها من التحديات الجديدة المتمثلة في تهديدات الشبكات الإرهابية دون الالتزام الجماعي والمسؤولية الكاملة لقوات الأمن والدفاع. وأذكركم هنا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم وواجبكم نحو قيادة السياسة الأمنية للبلاد. وأضاف رئيس الوزراء أن السلام والاستقرار من المكاسب الكبيرة التي ينبغي الحفاظ عليها، وأكد أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول للمشاكل اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأمن. منذ سنوات فإن الحكومة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية بذلت جهودا مقدرة لتعزيز الإمكانيات البشرية ورفع قدرات قوات الأمن والدفاع. إن السلام والاستقرار من المكاسب الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز هذا المكسب الثمين. ويتعين على قوات الدفاع والأمن بجميع وحداتها عدم التراخي في تنفيذ العقوبات. وأذكر أن مهمة الحكومة هو البحث الدائم عن حلول للمشاكل اليومية للمواطن، خاصة في مجال الأمن. وبالتالي أدعوكم إلى مواجهة هذه التحديات بمزيد من المبادرة وتضافر الجهود والفعالية، وأناشدكم بالتحلي بالمسؤولية الفردية والجماعية من أجل إيقاف جميع هذه الظواهر.